سلوك المنتج أو مراحل الغلة. في عندي صفحة 78 في عندي مراحل الغلة، في عندي العنصر، عفوا العنصر الثابت هو الأرض، عند العنصر المتغير عدد العمال. هنا نسبة التغير في العنصر المتغير بدنا شيء إياه. في عندي الناتج الكلي، ونسبة التغير في الناتج الكلي ما بدي إياه، الناتج المتوسط، على ما إنه يعني له أهمية، ولكن خليه على أساس إن شاء الله، إن شاء الله لو صار تعليم وجاهي بنوضح كيف إجا، لكن على أساس الآن ناخذ الحاجات أو الأشياء الأخرى الأهم. من 1 لـ11، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. الناتج الكلي 12، 28، 48، 100، 108، 111، 113، 114، 114، 110. الناتج المتوسط 12، 14، 16، 20. 14، 20، 20، 18، 15، 8، 10، 14، 1، 10، 12، و6، 11، 11، و4، 10، 10. حنقول لكم ايش قسمنا زي كده، وحنقول لكم كيف بيجي الناتج المتوسط وكيف بيجي الحد.
المهم يعني الآن الناتج المتوسط هذا اللي جبناه عبارة عن هذا تقسيم هذا، هذا عبارة عن هذا تقسيم هذا، يعني هذا عبارة عن هذا تقسيم هذا. والناتج الحدي قلنا أول حاجة المفروض شرطة تنحط، الناتج الحدي عبارة عن التغير هنا، تقسيم التغير هنا، يعني طالما التغير واحد فبنقول عبارة عن التغير هنا، يعني 12 ل 28 بيطلع 16 هي، 28 ل 48 20 هي، 48 ل 80 32 هي. الآن هنا اسمها تزايد الغلة، هنا تناقص الغلة، هنا الغلة السالبة. لاحظ هنا تزايد الغلة هذا قاعد بزيد، تناقص الغلة هذا قاعد ايش؟ ايش بصير فيه؟ يتناقص، صح؟ هذا تناقص الغلة يتناقص، تزايد الغلة قاعد بزيد، الغلة السالبة هذه دخلت في السالب. الآن لو جبت لك جدول وقلت لك قسم لي الجدول حسب مراحل الغلة وين هذا بزيد، بقول تزايد الغلة من 16 20 بحط خط تزايد الغلة، وين بدأ يتناقص بحط خط من هنا، بدأ يتناقص من هنا بحط خط هنا وبقول تناقص الغلة، وين دخل في السالب سمى الغلة السالبة. هاي قسمت. الآن التعليق في مرحلة تزايد الغلة يكون الناتج المتوسط هذا أقل من الناتج الحدي. لاحظ أنه هذه أقل من هذه، وهذه أقل من هذه، وهذه أقل من هذه، يعني في مرحلة تزايد الغلة يكون الناتج المتوسط أقل من الناتج الحدي، أما في مرحلة تزايد الغلة يكون الناتج المتوسط أعلى من الناتج الحدي، بينما في مرحلة الغلة السالبة يكون الناتج المتوسط أعلى من الناتج الحدي. في مرحلة تزايد الغلة هذه تزداد بيانات الناتج الحدي وتزداد بيانات الناتج المتوسط، تناقص الغلة تزداد بيانات الناتج الحدي وتزداد بيانات تنخفض بيانات الناتج المتوسط وتنخفض بيانات الناتج الحدي. في الغلة السالبة هذه بتدخل في السالب وهذه بتضلها في الموجة، تمام؟